بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم بإحسان. عاشوراء والزكاة، الحلقة الثانية بعنوان الزكاة طهرة وحصن وتنمية، انطلاقا من قول ربنا الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. إن إخراج الزكاة تطهر نفس المزكي من داء الشح، وتهيئها لتكون أهلا للسخاء والكرم، ولتكون تلك النفس الطيبة والمرضية التي تخاطب بقول ربنا الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأخطر مرض يصيب هذه النفس هو داء الشح، ولذلك يقول سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والزكاة تطهر المال من أوساخه وأدرانه، وبذلك يطهر ويطيب ويخرج من الكنز، الكنز الذي يتوعد عليه الله تعالى في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. زكاة المال زكاة للقلب، فيقوى بإخراجها الإيمان، ويتنظف من أدواء الحسد والحقد والغل والنفاق ومن وساوس الشيطان ونزغاته. فأنت عندما تخرج الزكاة طاعة لله ترغم أنف عدو الله الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الزكاة تطهر قلوب الفقراء، فيندمجون مع إخوانهم الأغنياء، فيعيشون كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالشكوى والأنين، لأن الزكاة تزيل تلك الفوارق والحواجز بين الطائفتين والطبقتين. الزكاة تحصين للأموال، تحفظها من الضياع والعدوان والهلاك والتلف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. وتحفظها من البوار، الزكاة تحفظ الأموال من البوار والكساد والتضخم، فتبقى هذه الأموال حية ليست ميتة، حية مروجة في أيدي الناس والأسواق، تنعش الاقتصاد والتجارة. والفقراء أنفسهم يحرصون هذه الأموال لأنها أموالهم، تصلهم غنيمتها وأرباحها ونفعها. ولذلك هؤلاء الفقراء يقفون سدا منيعا في وجه كل معتد أثيم على الغني الذي تسخو نفسه في الإنفاق والعطاء. فالفقراء يطمئنون على حياتهم ومستقبل أبنائهم بواسطة هذه الأموال الكريمة التي تأتيهم من إخوانهم الميسورين. وأما عن التنمية، فإن الزكاة لم تكن يوما من الأيام مسببة في نقص المال أو هلاكه أو إتلافه أبدا، وإنما العكس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه مسلم: وما نقصت صدقة من مال. والزكاة هذا الاسم يدل على النمو والبركة
والخير الكثير، فمال أخرجت زكاته مال ينمو ويزكو وينزل الله فيه البركة. ولذلك نتوجه إلى أنفسنا ونتوجه إلى كل الناس ونقول لهم: احرص يا أخي على إحصاء مالك ودقق الإحصاء، أحصه في الدنيا قبل أن يحصى عليك في يوم عصيب، يوم تقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وأبشر بالخير والبركة يا من يخرج زكاة ماله، أبشر بالثواب العظيم يا من ينفق، يا من ينفق ويوسع صدره للإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فاللهم قنا شح أنفسنا، وإلى الحلقة الثالثة إن شاء الله.